الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو، طاقة النايت اوف كابس. شايفة برج الدلو بيحب يعني او عاوز يقدم مشاعر لحد، او عاوز يعترف بمشاعر لحد، او عنده طاقة سماح او طاقة خير، او دي طاقتك في العام. يعني انت شخص ممكن بتحس بده دلوقتي، طاقة مشاعر، طاقة حب، ممكن تكون بتساعد اشخاص لان دي طاقتك العامة. ممكن تكون بتساعد ناس مثلا على في حاجة، مثلا بتقدم مساعدات، بتقدم خير. طاقة برج الدلو ناضح أكتر. أنت عايز يعني تكلم حد عن مشاعرك، ممكن بس خايف من رفض، أو ده حصل وحصل فيه رفض. أنا شايفة في هنا عندك مشاعر بشكل كبير أوي، لكن في زعل، في خوف من رفض، في رغبة في تحرر من أفكار فيها خوف، وإنك تدخل مثلا في العلاقة بقلب جامد، أو تعترف بمشاعرك أو كده، أو في حاجة أنت حاسس فيها إنك أنت تسرعت وطلبت أو بينت مشاعرك لحد، أو قدمت مشاعرك لحد. فدي الطاقة بتاعتك في الوقت الحالي. طاقة شريك برج الدلو، البيج اوف وونز. ممكن شريكك ممكن يكون اصغر منك، ممكن يكون طاقة بدايات، بادئ حاجة جديدة. طاقة شريكك ممكن بيحاول ينسى موقف، ينسى تصرف، ينشغل في أمور تخص عمل، تخص مشروع جديد، تخص حاجة جديدة في حياته، لأن هو في مود صعب عاوز يخرج منه في الوقت الحالي، فبيحاول يتحرر منه بالانطلاق، بالبداية الجديدة. ممكن شريكك يكون من برج ناري أو من برج مائي، فطاقته في الوقت الحالي هو رغبة في بداية شيء جديد. ممكن كمان يكون هو في الوقت الحالي بيظهر لك تجاهل مثلا ليك أو للعلاقة، دخوله في معترف ثالث، أو اهتمامه الأكتر مثلا بأصحاب، بعلاقات، لكن هو من جواه في حزن وهو بيحاول يداريه بالشكل الخارجي ليك. طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين السيفن اوف سورد، أنا شايفة طاقة فيها مراقبة، وممكن تعرض البعض منكم لخداع، يعني أنت أو هو، منك أو منه، لأن دي طاقة العلاقة بينكم أنتوا الاتنين. طاقة العلاقة ما بينكم. في حد هنا كان معطاء، في حصل غدر، حصل خيانة، حصل سرقة، حصل خداع، حصل دخول في طرف تالت، حد مثلا اكتشف ان الاخر عنده طرف تالت، لان انا شايفه الموضوع ده ظاهر في القراءه بتاعتكم قوي. برغم ان حد قدم الكتير في العلاقه دي، ولو هي علاقه جديده يبقى في رغبه بالاعتراف في المشاعر، لكن طرف شايف التاني مشغول مثلا بحزنه، او حاسس ان هو عنده شريك، او بالفعل ان هو عنده طرف تالت، حد فيكم يعني. فدي شكل العلاقه ما بينكم في الوقت الحالي. ايه مشاعر تجاهك، نواياه، خطواته القادمة، الأوتكم للعلاقة؟ مشاعر تجاهك، أنا شايفة رحيل في الوقت الحالي. العلاقة دي فيها انفصال، فيها انفصال وفيها وجع قلب وفيها مشاعر حب في نفس الوقت، لكن يا إما مش قادرين تقولوا عنها بسبب وجود طرف تالت، يا إما أنتوا في شيء صعب حصل هنا في العلاقة دي من حد فيكوا، يعني في حاجة تخص العطاء أو المبادرة بحاجات كويسة، وطرف قابل ده بغير كده. يعني شايف هنا الايت اوف كابس في مشاعر حبيبك، مشاعر رحيل، شخص ده راحل، وهو بسبب ان هو مش راضي عن العلاقة.
يا إما في أحاسيس غير مكتملة، يا إما علاقة غير مكتملة، يا إما زي ما قلت في حد فيكم عنده طرف ثالث، مشاعر شيء كبير جدا. في هنا الرحيل ده جه بعد انتظار كتير، مثلا في حد مل من اللي حاصل، مل من وجود الطرف الثالث، مل من كتر نوع مشاكل معين بيتكرر او بيحصل بشكل متكرر في العلاقة. فخلوا بالكم من نقطة زي دي مشاعر تجاهك في الوقت الحالي، دي مشاعر حد ادى ظهره للعلاقة، حد راحل وللمجهول، يعني هو مش محدد حاجة معينة هو رايح ليها في الوقت الحالي، ولذلك هو هنا عنده البيجوفون اللي هي حماس لبداية جديدة، بداية جديدة بقى ان هو يمتلك مثلا مع اصحابه، لكن في جواه لسه كسر القلب ده او الحزن ده موجود بسبب كمان ان في انتظار طال في العلاقة دي. نوايا تجاهك او تجاه العلاقة، السيفن اوف بينتيكل اللي هو ده، نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. عايز بس اخد لكم هنا في المشاعر من الرومانس، مشاعر شريك برج الدم، نفس الكلام رحيل، الحد ده شايف ان هو او العكس، يا اما انت اديته كتير في العلاقه دي، يا اما هو اللي ادى كتير في العلاقه دي وتعب وزهق وقرر الابتعاد في الوقت الحالي. شايف ان هو بيبذل مجهود كتير قوي على ما فيش او على لحظات ممكن تكون عابره في العلاقه دي. انا شايفه ان هنا في مشاعر حب، ومشاعر حب قويه، لان الشخص كمان لما يكون حزين كده او قلبه موجوع كده فده معناه ان في مشاعر حب او طاقة حب قوية تجاه الطرف الآخر أو تفكير بشكل جدي، لكن العلاقة هي اللي فيها صعوبات في الوقت الحالي، فمخلية طاقة التفكير عاملة كده حاليا. نوايا تجاهك أو تجاه العلاقة، الشخص ده ممكن يكون كمان بيحاول إن هو يبدأ حاجات جديدة لكن مش بيعرف. الشخص ده أنت بالنسبة له حد مميز يعني، او انت بالنسبه له او الحب او الاحساس بالفرحه، شخص ده كمان بيحس تجاهك احساس الام جدا. فالشخص ده في نوايا تجاهك او تجاه العلاقه ان هو يعمل تغييرات وهيقوده لده مشاعره القويه تجاهك او تجاه العلاقه يا برج الدلو. وممكن هنا كمان لان الجيت اوف كابس ده بيكلمنا عن رحيل لكنه رحيل مؤقت، بسبب يعني انتوا هنا بالفعل بيبقى الايت اوف كابس بيبقى فيه 8 كوبايات، والثمان كوبايات بيبقوا موجودين على حالهم، لكن الشخص هنا اللي بيسيب الثمان كوبايات على حالهم ده، يعني الحاجه واقعه ولا حاجه فاضيه ولا حاجه مكسوره، وبيمشي بسبب ان هو عاوز الاثنين التانيين. فبيكون هنا في نوع من انواع السعي لاصلاح الامور، يا اما انا امشي لحد ما انت تصلح امورك، او انا امشي لحد ما انا اصلح اموري، او الامور تتصلح لوحدها او يحصل فيها خير بشكل افضل. المهم انه ده وقت رحيل بالنسبه لي، ملل، زهق، عدم رضا كده. لكن هنا انا شايفه فيه حد بيحاول ان هو يستعمل كل حاجه هو يقدر يعملها علشان يعمل تغيير، وبيأكد ده كمان الكارت اللي بعد كده في خطواته القادمه. فعلا ده كارت الدث، فعلا هيكون في تغييرات، يعني الشخص ده ممكن كمان يكون في اشخاص مثلا بتعوق العلاقه،
او مشكلات او حاجه مثلا موجوده من الماضي او حزن موجود عند الشخص ده مهم ان هو يتخلص منه او يستعيد نفسه من اول وجديد. فواضح هنا الرغبه الشديده في التغيير حتى في طريقه الرحيل. ممكن لبعض منكم الشخص ده يكون مشي من غير سبب، يعني من غير ما يقول لك الاسباب. برج الدم، ايه خطوات شريكك القادمه؟ الشخص ده بيفكر في خطواته القادمه ان هو يعمل تغييرات. ممكن الشخص ده يكون مثلا بيعاني للبعض منكم وفاه حد عنده، مشكله حاليا هو بيمر بيها بالفعل، محاوله للتغيير مثلا تخلص من بعض الاشخاص بتعوق العلاقه، شايفه فيه تخاطر، شايفه فيه راحه من رهبه من رهب من تفكير، طاقة تفكير قوية جدا بتؤرق الشخص ده ما بتخليهوش يقدر ينام. انا شايفة طاقته صعبة جدا. حتى هنا لو هو هنا بيظهر العكس بان هو بادئ حاجة جديدة او منطلق او كده، او بيخرج مع اصحابه او بيقضي وقت لطيف، لكن هو برضو جواه قلبه حزين وجواه مشاعر حب كبيرة قوي تجاهك يا برج الدرب. ليه هنا بقى هو بيغير وبيفكر وكده؟ لان هنا في الاوت كام للعلاقة انا شايفة التين اوف بنتكل، ده بيقول ان في خير جاي في العلاقة دي، او ان الشخص ده بيحاول ان هو مثلا العلاقة دي يحصل فيها نجاح ويحصل فيها استقرار. ما اقدرش اقول هنا ان هو زواج قوي يعني، لكن شايفة ممكن في حاجة تشتغلوها مع بعض في استقرار، واستقرار هيكون مرضي ليكوا جدا، لان ده التين اوف بنتكل قمه الاستقرار. وهنا كمان في الطاقه بتاعتكم او في طاقه الورق اللي خرجت كان التين اوف كابس ومعاها الايس اوف كابس، ففي فعلا تخلص من حاجات صعبه الشخص ده بيمر بيها في الوقت الحالي. عنده مثلا حد تعبان، ممكن يكون هو اللي تعبان، في طاقة تفكير كتيرة قوي، في مشاكل حصلت في العلاقة، في حد رفض التاني بشكل مثلا التاني ما كانش متوقعه، او اكتشاف وجود طرف تالت. لان الطاقة هنا بتقول حاجات كتير قوي، او انتوا طاقتكم هنا كتير قوي، فكل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب ليه. فهنا طاقة او الاوت كام للعلاقة التين اوف بنتكل، التين اوف بنتكل زي ما قلت بتقول ان في استقرار كبير مرضي ليكوا انتوا الاثنين. ممكن كمان يكون في شراكة عمل ناجحة جدا. الاوت كام للعلاقة، انتوا هنا عندكم التين اوف بنتكل والتين اوف صارت العشر سيوف. فهنا برضو ده انتهاء للألم، او دي مرحلة بتتغير. ممكن انتوا بتمروا بمرحلة صعبة جدا في الوقت الحالي، يعني انه يحصل كل ده يا اما محتاج قوة ارادة منكم وان الحب يكون اقوى من اي حاجة بتحصل، يا اما موضوع محتاج مثلا ان هو يتغير مثلا بمعجزه يعني، او بعضكم مثلا يستعمل كل حاجه ممكن تكون موجوده في ايده وهيلجا مثلا لقوه روحيه، يعني دعاء يكون مستجيب حاجه زي كده. لكن انا شايفه هنا انتهاء للالم، وشايفه هنا طاقه الاكتمال، يعني هنا الالم اكتمل وقرب ينتهي، لان فعلا كانت الدس دي مرحلة تغيير وانتوا في مرحلة عبور في الوقت الحالي بالتغيير ده. شايفة هنا في احتمال لعنده طرف تالت، ممكن يكون في خروج بشكل كبير قوي في العلاقة دي للطرف التالت، ايا كان ايه هو الطرف التالت. شايفة هنا كمان في اجتماع بينكم انتوا الاتنين، لكن برضو ما قاليش برضو ان في ارتباط او زواج، لكن في مشاعر، في تبادل مشاعر، في اعتراف بحب، في
في مصالحة، في وجودكم مع بعض، وجودكم مع بعض باستقرار ومشاعر حب متبادلة. الأول قدم العلاقة برج الدلو. في أوقات حلوة، في أوقات حلوة، بس أنت حاول مثلا في الفترة دي برج الدلو ما تكونوش بتحددوا ايه اللي المفروض يحصل بالظبط، او كل طرف مثلا المفروض ان هو يعمل ايه بالظبط. يعني حاولوا ما تعملوش كنترول على المشاعر بتاعتكم نفسها او على الموقف اللي بيحصل، لانه هيعدي. بعضكم ممكن في الوقت الحالي يكون متذمر، يكون متضايق، يكون بيتعصب، يكون كان عايز الامور تمشي بشكل معين. الامور ان هي تمشي كده في الوقت الحالي فده الافضل ليها، لان كارت الديث ده بيلغي او بيموت حاجات سلبية كتير، علشان التغييرات اللي هتحصل. والتغييرات هنا انا شايفة ان هي لازم تحصل، حتى لو في حد بمزاجه هو فعلا عايز تغييرات تحصل، في هنا تغييرات لازم تحصل خارجة عن ارادتك وعن ارادته، هي لمصلحتك او لمصلحة العلاقة بشكل عام. شايفة هنا انت بالفعل لقيت شريكك المناسب، فانا شايفة انك انت هتحس ان الشخص ده هو الحد المناسب ليك، هيبقى فيه فعلا تبادل مشاعر، وهيبقى فيه لحظات حلوة في العلاقة دي. في الطاقة الحالية في تبادل للمشاعر، وفي حاجات ناجحة او مستقرة بينكم انتوا الاتنين، ولحظات حلوة في العلاقة دي. هقول لكم الابراج اللي موجودة دلوقتي، بس لما نشوف ما القادم لبرج الدلو. من القادم ياخد من هنا الاول. بصوا حتى هنا في الطاقة بتاعت الورق نفس ده. من قادم لبرج الدلو؟ التو اوف بنتيكل. انا شايفه هنا كمان في خروج لطرف ثالث في برج قادم لبرج الدلو. طرف ثالث ممكن يكون مسيطر في العلاقه، ممكن يكون زوجه، ام، او الاثنين، او في اشخاص بيسيطروا على دماغ حد فيكم. يعني في حد فيكم هيتحرر من اشخاص ممكن تكون بتتحكم في ارائه، بتتحكم في تفكيره. لكن انا شايفه في تمسك قوي بالعلاقه دي، في مواجهات هتحصل في الفتره اللي جايه، او اعتراض على شكل ما، او على وجود طرف ثالث في العلاقه، وشايفه ان في مصارحه هتحصل او في كلام. ما القادم في حياه برج الدلو برضو وجودك مع شريكك باي شكل كان، المهم ان في طرف ثالث هيخرج ايا كان ايه هو الطرف الثالث ده. ولو مفيش طرف ثالث خالص ففي اعتراف بمشاعر، في حد هيعترف لك بمشاعر. لكن انا شايفه هنا حتى لو ما فيش طرف ثالث، ففي حد فيكم كان عنده حاجه، او العلاقه دي كان في، او حد فيكم كان في علاقه فيها مشكله، او كان في حد بيسيطر على طرف انت او الشريك بتاعك. ما القادم في حياه برج الدلو؟ ما القادم في حياة برج الدلو؟ شايفة في عندك كمان توازن بيحصل، شايفة في البعض، لأن ده من القادم عموما مش من القادم. شايفة كمان ممكن تكون استقرار نوعا ما في وضع مادي، أو توازن في وضع مادي. مثلا بعضكم ممكن يكون عانى من خلل في عمله، في ظروفه المادية. بعضكم ممكن يكون كان الإنفاق أكتر من المدخول اللي بيدخل له، فشايفة فيها يحصل توازن، شايفة فيها يحصل انتقال مثلا لحاجة أعلى في موضوع الشغل، شايفة فيه تخلص أو راحة من تعب. من قادم لبرج الدلو عاطفيا؟ بصوا هنا ده كمان الإكسبريس يور لاف، حد هيتكلم، حد هيقول عن مشاعره. من قادم لبرج الدلو؟ طيب في علاقة باست لايف،
علاقة بوست لايف، وفي كلام فعلا هيحصل اهو، نفس هنا في كلام، والشخص ده انت هتقابله وهيحصل فيه مصارحة وهيحصل فيه تمام. العلاقة دي علاقة باست لايف، ممكن تكون بتحصل فيها حاجات كتير في الوقت الحالي، لكن في تغييرات جاية فيها أكيد في الفترة اللي جاية. شايفة كمان هنا في نوع من أنواع الإدمان أو التعلق بشكل إدماني من حد فيكو بيأثر على العلاقة، فده هنا تحذير أو إنك تحذر من وجود حاجة زي كده، أو إنه حاجة زي كده تكون ليها تأثير على مسار العلاقة أو إن هي تروح لحاجة أفضل. فاللي عنده تعلق، لأن هنا كمان شفت حد برضو في كنترول على مسار العلاقة، فخلوا بالكم من نقطة زي دي. سيب الموضوع في الوقت الحالي يمشي بسهولة علشان تقدر تنتقل للمرحلة التانية. لما أنا في مرحلة معينة من مراحل التغيير بكون رافض أو بقاوم أو متعصب أو عايز شيء يحصل بشكل معين، فأنا بستمر في الطاقة دي لوقت أطول. حاولوا تشغلوا نفسكم بحاجة تانية، لأن في تغيير فعلا جاي في العلاقة دي بشكل أحسن. شايفة هنا برج الأسد، الجوزاء، الدلو زيك. شايفة برج الحمل، برج الحمل، برج العقرب، برج الحمل وبرج العقرب. وشايفة برج الأسد، الحوت، السرطان، الحمل تاني. دي الأبراج اللي موجودة معاك يا برج الدم. شوفي إجابة الملائكة. طيب حلو جدا. هنا بيقول لك خلال عام من الآن، وفي عندك وفرة، في عندك وفرة وخير وفرص وحاجات مادية، في فلوس كتير جاية لك خلال عام من الآن. بعضهم ممكن يكون ألقوا في الوقت الحالي مثلا جانب مادي، لأن أنا شفت هنا برضو زي ما قلت في عدم توازن في الجانب المادي، فما تقلقش في الفترة دي، في حاجات، في خير كتير جاي لك وفي وفرة كتير جاي لك في الفترة اللي جاية يا برج الدم. شايفة هنا كمان يس، مش احنا كنا خرجنا أربعة؟ وهنا في حاجة تانية أحسن، أو في حد تاني أفضل، أو في حاجة تانية أفضل، ممكن تكون حلول، وممكن يكون دخول شخص في حياتك. المهم إن في حد مناسب جاي لحياتك، في حد شريك أو حبيب داخل لحياتك، سواء ده أو غير. عشان كده مطلوب منك ما تقاومش التغييرات في الوقت الحالي، وما تكونش عايز الأمور تحصل بالشكل اللي أنت محدده. سيب الأمور تحصل كده، لأن في خير أنا شايفاه جاي لحياتك، لكن بعضكم ممكن يكون أعصابه مش أو رافض نوعا ما الواقع بتاعه في الوقت الحالي. لو أنت ما رفضتش وأنت حسيت بحالة من الرضا في الوضع الحالي، فأنت بتسمح له إن هو يمر بسرعة وإن يجي الوضع اللي بعد كده اللي يكون أفضل.